السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إبراهيم من قناة إيمان جيمز، والنهاردة عندنا لعبة جديدة اسمها برين أوت، يعني طلع مخك بره كده، فكر خارج الصندوق. طبعا اللعبة دي أنا لعبتها وخلصت لحد مستوى 199، كنت صراحة مش ناوي أسجل فيديو عشان خلاص قفلتها، يعني مبحبش أعمل نفس اللي أنا مش عارف والكلام ده. فعندي لقيت فيه تحديث جديد اسمه تغلب على فيروس، فيروس كورونا طبعا ربنا يشفينا منه. طبعا في 10 مستويات النهاردة هنلعبهم إن شاء الله. أول مستوى أنا طبعا ملعبش فيه ولا شفته خالص، قلت لو بسجل فيديو عشان أفكر معاكم. كيف إزالة قناة بشكل صحيح؟ طبعا دي سهلة يعني كده، الله دي سهلة، دي أول حاجة سهلة والله العظيم. أنا مشفتوش خالص على فكرة، بس معروف يعني اللي أشيل كده أعمل كده، مينفعش تشيل من قدام، أكنه بيديك نصايح. ممكن من المهم إنك تشيل قناعة بشكل صحيح. أي قناعة يمكن أن يمنع الفيروس؟ أكيد تشيل ده؟ اه انزل بعناية. ماشي، تحقق مما إذا كان يتم ارتداءه بشكل صحيح. تحقق، لا احنا معانا 4 مفاتيح عشان لو زنقنا في تحدي، بس ان شاء الله يعني مش هنزلق. اصبر لسه مش عارف. فهمت. لا مفهمتش، وده عامل ايه مش عارف. فوت يلف ده. ايه ده بجد؟ انا مش عارف انا عملت ايه. بص انا مش عارف انا عملت ايه، بس كويس اللي عملتها. ايه كيف تتجنب هجمات الفيروس؟ لا مش كده، مش انا بعمل ايه؟ ايه بجد؟ ايه كده؟ مش عارف على حديد يعني؟ انا في الاخر اكيد في حاجة. يا عم تعالى البيت يا حبيبي، ستي هوم، ايه اللي انا بعمله ده؟ البقاء في المنزل. تغلب على فيروس، اوكي اكيد في حاجة بتكبر هنا. تيا اوكي، صح، ايه اللي غلط؟ صح، ايوه اديا الله يرحمك. كويس كويس، هي افضل طريقه لهزيمه الفيروس. تحديات سهله الحمد لله، اتوقعها اصعب يعني. لو خلصنا فيديو بدري هلعب التحديات العاديه بقى. كيفيه ازاله الفيروس من يديك؟ صح، الله عليك. قشطه، انا قلنا هناك مصر الاشتعال عندما استخدم الكحول لكب صحيح يعني. ده قناعة الناس بالخارج، ده قناعة للناس بالخارج، طب اكيد في ناس بره يعني سهل. حطهم من الاول، حط دول الاول وايه. اوكي صح، البقاء في داخل هو الاقصى امانا. خارج في بره صدوق يعني، مش لازم السؤال اللي تعمله بالظبط. لو خلصنا بدري هنلعب التحديات التانية. اي نعم انا عارفهم، بس يعني للناس اللي ممكن متعرفش. ما هو اول شيء تفعله بعد اخذ المصعد الى المنزل؟ ما هو اول شيء تفعله بعد اخذ المصعد الى المنزل؟ مش عارف يعني. اغسل الايد طبعا، اللي مش عارف. ايه التحدي السهلة دي؟ حد سهل اوي. يعني بيقولك وقاية، يعني ده مش التحدي الكامل، مش صعب زي التحديات الأساسية. كيفية التعامل مع القناعة بعد الاستخدام؟ كيفية التعامل مع القناعة بعد الاستخدام؟ ارميه الزبالة، ارميه الزبالة، اللي احرقه، هو ارميه الزبالة ده صح. اكيد في حاجة مستخبية، ارميه الزبالة انا متأكد. طب ايه احرقه؟ في حاجه مستخبيه. في حاجه مستخبيه اكيد، لو الصوره بتتحرك. ايوه زباله، اقرب زباله مستخدمهاش تاني. عليك بالرمي في النفايات الخطرة على كثير من البكتيريا، يجب الاقتناع باستخدام المحتوى، الاقتناع باستخدام اللي تحتوي.
يعني. كيف تمنع فيروس في المنزل بشكل أفضل؟ ازاي؟ خليني في المنزل. أمنع في المنزل بشكل أفضل. اوكي، شربت مية. ماشي ماشي. طب ايه؟ كيف تمنع فيروس في المنزل بشكل أفضل؟ بعد ما شربت مية اعمل ايه؟ مش فاهم. ايه، خلصت؟ بص عليها. تذكر ان تحافظ على تدفق الهواء. خلصت التحديات ال10. دول طلعوا سهل قوي. انا كنت متوقع استخدم الاربع مفاتيح اللي عندي. خلصت 10 تحديات، حصلت على مفتاح كمان بقى عندي 5. بما ان خلصنا التحديات بدري، هلعب التحديات اللي بره بقى. هلعبها من اول واحد، ولحد ما هزهق هخلص. هنوقف فيديو وتقولي لي هكمل ولا لا. انا عارف التحديات، للاسف اكبر اوغد الاكبر هو البطيخ. انا عارف التحديات، بس يعني ممكن الناس ما تعرفش تشوف الفيديو بتاعي عشان تعرف الحل. فانا هكمل لحد ما ازهق كذا، هكمل لحد ما ازهق كذا، ولقيته في تعليقات اني هكمل اللعبه هكملها. طبعا في واحده مزيفه اللي هي دي، هيبقى 9. الاطول هو الشمس. في بطيخة هنا مزيفة ما بينهم، هي دي. المغرب اللي تبقى بعدها هي دي. كم مثلث في شكل خماسي هم 11؟ طبعا في حاجات ممكن ما مش فاكرها، او حاجات استعملت المفتاح زي حاجات الرياضية للأسف يعني. 9 من غير ما اعمل العربية عشان انا جامد اوي. علامة الكاملة. يلا أرضي اللعبة. لا، أركز البومة، شيل الشمس يلا في النهار، والبومة تصحى النهار بالليل قصدي. أوجد الشيء الذي لا يمكنك أكله، هي دي العشب. يجب أن تربح اللعبة، نعمل صبعنا كده أهو. أوجد اللون الأغمق على الشاشة هو الكلام، اللي هو اللون الأسود ده، تصعيد. اسف عدد الشعرات 3، بس اقول لكم ازاي كان 3. ما توش شعر. لا، ازاي ساعة صغير بطل في شرب الماء كده. هل يمكنك حل هذه المسألة؟ دي سهلة دي. أوجد شيء أن يمكنك أكله، هو ده بس. هنقف على التحدي. انا مش فاكر ازاي حليته يعني. في تحدي ممكن اقف ما اكون مش فاكره، او حد رياضي يعني. هنقف لحد ما اكون مش عارف. الفيل صغير وحيدا جدا. نسخ في نسخ هنا بس. ازاي كان بيطلع بتاع ده؟ اوف، هنقف هنا ولا ايه؟ لا، انا لسه عاملها قريب. نسخ، في نسخ هنا. كنت اعمل له ايه؟ طب لا، متأكد في نسخ هنا اهو. هو ده في ايه؟ اضرار ليس وحيدا الان. ده الزرافة في التلاجة، كبر التلاجة وبس كده. انا فهمت الفكرة. ساعد الزرافة في اكل التفاح اهو. ممنوع التدخين، اطفي الدخان. وضع 3 عمليات معدنية. ماشي اوكي، احط 3 عملات هنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 15. فاكر انا 15 افتكرت دلوقتي. انا بعد جائع جدا، اصنع شيئا لتاكله. انا عارف كده مش مسلي، انا عارف التحديات كلها، بس انا قلت يعني اللي مثلا وقف على المستوى كذا يشوف فيديو بتاعي عشان يعرف الحل يعني. تبقى 1. اللعبة بتتحدث يعني، في مستويات تانية هتنزل زي ما بيقول يعني. في أكتر من 199 جماعة. عدد النمل 15. نمر ايه؟ 15، 17 قصدي. لو في تحديثات نزلت اللعبة دي هنزل، ولو مش عك... ولو عاقبكم اللي أنا بعمله ده وأكمل فيه قولولي.
يعني اكمل كده يعني لحد ما 199. ده في حاجات انا مش فاكرها. ده مضحك جدا الصراحة. بس كده خرج. كنت اعلم انك تستضيف على قنبلة شرق لكل الاشخاص. سهلة دي، كلمة مش شخص. دول ماشي. اصلا انا ده من الحيوانات. اوكي يا شباب، دي نمشي بسرعة بسرعة بسرعة، ما عندناش وقت. يلا انت تتعلم الكثير. حرك 2 عود ثقاب لانشاء كرسي القائم. بص انا في لحد بقى 30، عشان ده انا مش عارف الصراحة، مش فاكر اللي هو مر في تحديات بتيجي فجأة كده. انا خلصت اللعبة مش فاكر عملت التحدي ده، فهنقف لحد مستوى 30. ولو عجبكم يعني اللعبة اللي انا عارف التحديات دي وبحل، قولوا لي في تعليقات اني اكمل اللعبة. وبس هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنساش اللايك والاشتراك. كان معكم ابراهيم من قناة ايميليشن جيمز، مع السلامة.